باي. زي ما انتوا شايفين عملت الكوفي بتاعي ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. هنبدأ فيديو النهاردة بعد ما نمسح الحاجات اللي وقعت دي كلها. هاي، عاملين ايه؟ انا سارة ودي قناتي. لو اول مرة متنسوش انكم تعملوا لايك واشتراك في القناة. النهاردة هنرسيت المكتب والادراج وكل حاجة. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه. جبت سماعة جديدة فيلا نعملها انبوكسنج مع بعض. كفاية، يلا بينا بقى ناخد المشروب بتاعنا ده اللي هو زي ما انتوا شايفين شكله حلو قوي، وبقيت احب الكوفي بسببه بجد بجد. يعني خايفه اوريكم المنظر بس هنرتب مع بعض. زي ما انتوا شايفين ده المكتب بتاعي، فبجد المكتب مليان حاجات. فاحنا دلوقتي يعني مليان كل حاجه، اذا كان هدوم ولا كتب ولا بصوا اي حاجه هتلاقوها موجوده عليه. فدلوقتي هنقعد نرتب بقى مع بعض، فيلا بينا يلا بينا نبدأ. وزي ما انتم شايفين انا روقت كل حاجة، دي السماعة فعادي وده الكوفي. فزي ما انتم شايفين روقت ومبسوطة قوي اني روقت، حاسة كده براحة نفسية قوي لان انا بحب الترويق والترتيب جدا جدا. فمبسوطة قوي ان انا رتبت المكتب دلوقتي. وزي ما انتم شايفين ديت احنا لسه بنبدأ بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الكتب. عايزه اقول لكم ان انا نسيت احط سكر في الكوفي ف مر قوي. بما اننا روقنا فبعد ما بنروق لازم نمسح اللي هو الاسطح، اذا كان بقى مكتب او كومودينو او اي حاجه. فدلوقتي هقعد امسح. فبما اننا رتبنا الكومودينو والمكتب ومسحناهم، دلوقتي بقى هنخش على الادراج. زي ما انتم شايفين الدرج ده متبهدل جدا، وهوريكم الدرج التاني. دلوقتي الدرج التاني زي ما انتم شايفين برضو في قلبه حاجات كتير، انا مش عارفه ايه ده كله. والدرج ده برضو بس انا برتبه ومش بايظ قوي، بس هنرتبه برضو. فيلا بينا نبدا ده وده والتاني، ولسه هوريكم كمان واحد هنرتبه. هو ده زي ما انتم شايفين هنرتبه، هو مترتب برضو بس هيعوز ترتيب اكتر. انا الحاجة اللي عندي ما بتبقاش بايظة قوي بعيدا عن اللي هو ده وده، هما بايظين قوي بس علشان اكتر حاجة بستعملهم، انما اللي هما بيبقوا تحت شوية كده ما بستعملهمش كتير، ولو فيهم حاجة بايظة برتبها على طول ما بتاخدش وقت. فيلا بينا بقى نبدأ الترتيب مع بعض. قدامي كمية ترتيب رهيبة جدا. هسيب ده للاخر لاني حاسة هياخد اكتر وقت، انما هبدأ بالتانيين اللي هما حبة صغيرين علشان يشجعوني اكتر. دي حاجة انا بعملها ان انا ابدأ بالحاجة اللي هي الصغيرة او الحبة الصغيرين، علشان لما الاقيهم حبة صغيرين كده وبيخلصوا بسرعة هيشجعوني اكتر واكتر، علشان نكون دخلنا في مود الترتيب. هنبدأ بالتانيين الاول وبعدين ندخل في ده. دلوقتي هنبدأ ترتيب، انا عارفة في حاجات كتير قوي هتترمي، فهنبدأ. فاكرين الشمع ده؟ انا كنت عملته في فيديو قبل كده، هتلاقوا الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس، كنت عاملة الشمع فيه. ف زي ما انتم شايفين هو ده شكلهم.
ودي الصغنطوطة دي كيوت. فضيت الدرج خالص زي ما انتوا شايفين، هنشيله بقى ان احنا ننفضه خالص علشان اللي هو فيه الحاجات ديت، ومهما مسحناه بيفضلوا فيه برضو، فهنشيله خالص ننفضه كله. ودي عايزة اوريكم كل الحاجات اللي كانت فيه، هي دي كل الحاجات اللي كانت فيه. انا بحب اطلع الحاجة قدامي، وبعدين بقى الحاجة اللي هتترمي نشيلها نرميها في الزبالة، والحاجة اللي هتتحط نرجع نحطها تاني. فزي ما انتوا شايفين انا دلوقتي نفضته وجبت البقرة ديت، وهبدأ اني اخد شوية وامسح بيها اللي هو التراب وكده. دول كده كده بسيبهم على الكومودينو، فهسيبهم علشان ابقى احطهم عليه. والحلق ده زي ما انتم شايفين انا كنت عماله ادور عليه بقالي فترة كبيرة جدا ومش لاقياه، ولقيته في قلب الدرج، فمبسوطة بيه قوي. اكتشفت ان انا مش بحط اي حاجة في الدرج ده، هو ده الحاجات المحطوطة بس، هو كده فاضي. المرطب عشان ارطب بيه على طول، ويدول اللي هو الكروشيه وكده لما بعمل، مش على طول يعني وبس. يلا بينا نخش على التاني درج. دلوقتي انا رتبت ده، هو مخدش اي وقت خالص. بدأت اني ارتب في ده كده زي ما انتم شايفين. بس كده الدرج مترتب زي ما انتم شايفين. دلوقتي هندخل على اخر درج اللي هو الكبير خالص اللي انا كنت عمالة اجله، بس في النص كنت فصلت خالص، فقررت اني اعمل لي اي حلويات، فعملت لي غريبة بجد تحفة، مش علشان انا اللي عاملاها او علشان ان انا اللي عاملاها، بس بامانة كانت جميلة قوي قوي قوي، حلوة قوي. دلوقتي خطأ في التصوير، بس انا رتبت، حطيت الكاميرا وكنت بصور، بس كل الحاجة اللي انا صورتها طلعت ان هي مش متصورة، ما اتصورتش، معرفش ليه، خطأ في التصوير يعني وكده. فانا دلوقتي رتبت كل حاجة زي ما انتم شايفين. ديت السلاسل حطيتهم هنا كده، هما متلعبكين وكل حاجة، بس على ما اجيب لهم اورجانيز واحطهم فيها. وهنا بقى زي ما انتم شايفين الانسيال والخواتم والماسكس والغسول بقى وكل حاجة في الدرج زي ما انتم شايفين. كده نكون رتبنا، يعتبر دلوقتي انا رتبت كل حاجه، شيت السرير اللي لسه مغيره، وكمان رتبت المكتب ومسحته هو والكومودينو، ورتبت الادراج اللي عندي اللي هي متبهدله كلها، وكل حاجه كده تمام. وكده يكون فيديو النهارده خلص، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وباي.